تستضيف العاصمة المصرية القاهرة فعاليات الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي الذي يعقد خلال الفترة من 4 حتى 8 من نوفمبر المقبل. ويتوقع أن يشهد المنتدى الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية حضور 20,000 مشارك من 172 دولة. ويركز المنتدى على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة التحديات التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية. ويستعرض المنتدى إنجازات الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية خلال السنوات 10 الماضية.